السلام عليكم. اليوم انا متواجدين في حي جديد جاي جنوب بير خادم، يمد على الطريق سريع براقي بير خادم. وهذا الحي عنده خصوصية جديدة، يعني ما شفناهاش في الأحياء الأخرى، هو أنه مخصص طابقين، اللولان الأرضي وما فوق الأرضي، مخصصهم لمساحة كمساحة تجارية ومكاتب. وهذا شيء مليح، شيء يزيد من القيمة نتاع العقار، لأن الاستثمار في المساحات التجارية عامل مربح المستثمرين في ميدان السكن، وخاصة إذا كان مكان معزول يحتاج إلى فضاءات تجارية. ممكن هذه الفضاءات تستعمل كمكاتب للأطباء وخدمات أخرى، يقدر تكون مكتب بريدي، يقدر يكون مقر نتاع بنك، مش مقر يعني مكتب بنكي، يمد خدمات للسكان. وخاصة أن هذا الحي جاي كبير، يعني عنده ما شاء الله اتساع كبير. لاحظ ان كالعادة غياب المساحات الخضراء وغياب التشجير، وهذا امر، هذا مرض 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 مرضنا به. الله يستر، الله يعافينا، والله يا ربي نجيب يامات الخير ان شاء الله. وهنا نشاهد باللي في هذا الفضاء هنايا التجاري كاين مؤسسة اونو اللي تاع المساحات الكبرى، هي دارت لونسين تاعها. وهنا هذا الفضاء ممكن مخلينه يديروه مدرسة، ولا هنا فضاءات مهيئة باش تكون، لأن أماكن كما هذه تحتاج إلى المدرسة الابتدائية وحتى المتوسطة، وإن شاء الله تكون فيها يعني مراكز سكنية كما هذه، تكون انتجري، سيستم انتجري، يكون فيها جميع المصالح اللي يحتاجها المواطن متلائمة، يكون يعني الحي هذا يكون ك يفونكسيون كوم اون انتيتي اوتونوم. وهنا نشوف المخرج، ما زالت التهيئة ما غير مكتملة، بحيث أن الحي هذا يعتبر جديد. وهنا نشوف المخرج، ما زالت فضاءات ممكن تستعمل، كما هنا فضاء على اليسار هذا يكون فيه تشجير وعشب، ويعني كأبتي بارك يعني. وهنا تكون هنا فضاءات ممكن تكون ملاعب للأطفال، هنايا في أماكن هذه تكون فيها ملاعب للأطفال. وهنا نشاهد، هنا نشاهد هذه الفضاءات التجارية متوفرة. كذلك كاين مشكل واحد آخر، مشكل تاع ركن السيارات. لابد ان يعني المهندسين والمعماريين ولي ديسيدور، يعني الناس اللي راهي تخطط، يعني يخموا على الاماكن تاع ركن السيارات. يعني والان انا شاهدنا هنا فضاء تاع الالعاب، مساحه الالعاب للاطفال، لكن التهيئة تبقى توجور يعني ناقصة ناقصة. المهم، السلام عليكم.